يطل عن مركب استثماري يمتد على أرض مساحته 300,000 متر. اسلام محمد مخزوم، مدير التسويق والتصدير في مصنع مصرات الانابيب. معرض ليبيا بلدة ومعرض ليبيا للانشاءات الحقيقه يعتبر بالنسبه لنا احنا من اهم المعارض السنويه الدوريه اللي تقام في ليبيا، والحقيقه نولوا اهتمام كبير للمشاركه في معرض ليبيا بلدة على بالخصوص، يعني لانه هو يعتبر بوابه لسوق الاعمال، ويعتبر يعني ملتقى كبير لرواد والمهتمين بالصناعة وبالتجارة وبالإنشاءات في ليبيا، وهذا يعتبر يفتح لنا آفاق كبيرة للتواصل والتشبيك مع العديد من الشركات سواء كان على مستوى محلي أو دولي، وكذلك يعني فرصة كبيرة للحصول على مشاريع، يعني سواء كان مع مؤسسات الدولة أو مع قطاع خاص. للأمانة هذا العام يعتبر حسب وجهة نظري يعني من أنجح الأعوام اللي يعني كانت في معرض ليبيا بلد، على الرغم من أنه هو الموعد تغير، ولكن حقيقة المشاركات والشركات المساهمة والمشاركة في المعرض شركات قوية جدا. لاحظت وجود يعني مشاركات دولية يعني محترمة وكبيرة، وبالتالي أعتقد أن هذا العام يعني في نجاح غير عادي صار في المهرجان. عبد المهيمن الفقي، مدير مبيعات شركة دانا. بداية شركة دانا هي الشريك الإعلاني لمعرض ليبيا بلد. فكرة المعرض أنه هو يجمع شركات البناء
واللي تخص الموضوع المباني والستركشر. فكرة المشاركة في هذا المعرض لأن احنا كشركة دعاية نقدم خدمات الدعاية لهذه الشركات في المعرض هذا وغيره. احنا شركة خاصة باللوحات الطرقية بصفة خاصة وجميع أنواع الدعاية بصفة عامة. عندنا لوحات طرقية منتشرة في ليبيا بالكامل بأن أكثر من 600 موقع، ونقدم خدماتنا لشركات المشاركة في المعرض وغيرها. تعودنا من فترة من سنوات أن المشاركة الأجنبية خفيفة وضعيفة في المعارض الليبية، لكن في معرض ليبيا بلد شفنا، أكيد صورته ومشيته وشفته الجناح أو الجهة التركية والإيطالية وغيرها. هذا يمثل دفعة كبيرة لرواد الأعمال في ليبيا أن في شركات مهتمة بنشاطاتهم، في شركات مهتمة بالخدمات اللي قدموا فيها، وهذا شيء إيجابي يدفع بعجلة الاقتصاد الليبية بصفة عامة يعني.